يلا شباب، دابا نشوفوا لا كونستيتيسيون اولا لي زيليمون اللي كيتكون منهم الديمارور. دونك نشوفوا في الاول لي زيليمون ديال الديمارور، ونشوفوا ابخي ليتود ديال شاك اليمون كيفاش كيخدم، كيفاش نكونتروليه، اشنو هما لي بان اللي كيدير ملي كيخسر الى اخره. دونك نبداو دابا نشوفوا لي زيليمون. ضروري خاصنا نحفظوا السميات ديال الديمارور، كل كومبوزون نعرفوا السميه ديالو نعقلوا عليهم. يلا نبداو باول اليمون اللي هو اللي كيكون القدام، هو هذا بحال نقدر نقولوا لي فلاسك افون. ها هو هنايا هذا ديمارور مجموع، وهذا ديمارور هنايا اكلاتي، هذا اون كوب يعني باش يبان لنا داكشي اللي داخل، وهذا مفصل. دونك هاد البارتي هادي اللي هي اللي هنا شنو كنسميوها؟ نسموها لي ني. دونك هي اللي كتكون القدام، دونك كنسميوها لو ني. لي ليمون ان كنسميها لو ني. دو هاد لابارتي هادي من واحد الجهة كتكون شادة هنا في هاد الكومبوزون، ومن الجهة التانية كتكون شادة في هاد الكومبوزون. هاد الكومبوزون داخل هنا، دونك كنسميوها فورشيت. ها هي هنا، لاحظوا معايا في الديمارور المجموع هي هادي فورشيت، دير بحال شكل ديال فورشيت نيت، كتكون شادة في هاد ليليمون هذا باش كدفعو لقدام، وشادة في هاد ليليمون. دونك دو اون ابيل فورشيت. تخوا كنسميوها نوايو بلونجور. هاد ليليمون هذا كيكون هنا لداخل وسط هاد ليليمون نيميرو 4، ها هو هذا اللي هنايا لداخل. دونك نوايو بلونجور يعني نوايو، عرفنا شنو هو نوايو، كنا كنهضروا عليه كيكون في ليبوبين كيتاثر بداك الشوم مانيتيك. وهنايا بلونجور علاش؟ لانه كيتحرك كيمشي ويجي. ليليمون نيميرو 4 هذا هو هذا اللي كاين عندنا عاوتاني هنا، كنسميوه سولينويد. سولينويد كاين اللي كيسميه رولي، يعني هو كيدير خدمة ديال رولي نيت، هو راه رولي نيت، ولكن كنقولو ليه سولينويد هو الموتيكنيك ديالو. سولينويد هي هاد البارتي اللي كتكون الفوق كاملة كنسميوها سولينويد. سانك بورت بالي ولا بالي بورت بالي، هنا فين كيكونو دوك لي شاربون كيف ما شفنا في الالتيرناتور. قلنا كاينين هادوك لي شاربون اللي كيخليو كيعطيو لاليمونطاسيون للروتور واخا هو كيدور، باش كيبقاو عاطينو لاليمونطاسيون كنسميوهم لي بالي. وهاد الكومبوزون هذا كامل يعني بالي اريير، يعني هي اللي كتكون لور بالي اريير، وفي نفس الوقت حامله لهادوك لي بالي، داكشي علاش كنسميوها بورت ولا بالي بورت بالي. صافي، ولا بورت بالي بلا هاديك بالي. هي ليليمون نيميرو 5 كتكون في هاد البلايصة هادي هنا. سيس هاد ليليمون هذا كامل شنو كنسميوه؟ هاد ليليمون هو هذا اللي عندنا هنا، هو هذا هو الكور، يعني الكور ديال الديمارور، ولكن راه كاين فيه لداخل يا اما بوبين، يعني غتلقى فيه يا اما بوبين يا اما ايمو مغناطيس. دونك كنسميوه اندكتور. هاد ليليمون هذا اللي لداخل، يعني ماشي كنهضرش على الكاركاس اللي على برا، كنهضر على داكشي اللي داخل، يقدر يكون بوبين ويقدر يكون مغناطيس يعني ايمون بيرمان، هو هذا هنا. دونك كنسميوه اندكتور. و ليليمون نيميرو 7 هو هذا كيكون لداخل الوسط هنا، اولا ها هو عندنا عاوتاني هنا كنسميوه لاندوي. صافي لاندوي. الى عقلتو في الالتيرناتور في تي بي، كنا كنقولو في الالتيرناتور كاين عندنا داك لي ليمون اللي كيدور كنسميوه روتور، ولي ليمون اللي فيكس كنسميوه ستاتور. وفي تي بي قلت لكم نقدروا نسميو واحد فيهم اندوي وواحد انديكتور، قلت لكم الاحسن الالتيرناتور نبقاو نقولو ليهم روتور ستاتور. وهنا الديمارور راه حتى هذا اللي بغينا نسميوه، هاد لي ليمون هذا اللي هو لي نيميرو 7 اللي بغينا نسميوه روتور، نقدروا نقولوا عليه روتور، يعني راه كيدور نقدروا نقولوا عليه روتور. وهذا نقدروا نقولوا عليه ستاتور، ولكن هنا باش يكون الفرق بين نبقاو هادو دائما ديال الديمارور، هاد لي ليمون نيميرو 7 اللي كيدور هو راه روتور في الاصل، راه روتور نسميوه اندوي. دونك نعقلوا على هاد السميات، اندوي لي ليمون نيميرو 7 اندوي، وليليمون نيميرو 6 اندكتور، مع العلم انه راه ستاتور. دونك هذا اندكتور وهذا اندوي.
فينا هما لاندوي ولاندكتور هنا. لاندوي هو اللي كيدور، هو هذا ليليمو هذا اللي هنا غنلقاو كاينه فيه بحال الشكل ديال البوبين، وكاين لاندكتور اللي هو اللي داير به، هو الستاتور، يقدر يكون ايمون بيرمانون ويقدر يكون بوبي. يعني الدور ديالو اشنا هو، هو انه يكريي داك الشو مانيتيك. الا بغينا الشو مانيتيك كنحصلو عليه يا اما بوبين كنسميو الكترو ايمون، او لا ايمون بيرمانون. وغادي نشوفو شكون اللي كيتستعمل. هما راه كاينين بجوج في لي ديمارور، غتلقاهم بجوج، تقدروا تلقاو هذا يعني هاد الستاتور هذا بوبيني يعني عنده بوبين، وتقدروا تلقاوه على شكل ايمون بيرمانون. دونك هذا بالنسبه للاندو ولانديكتور. وكاين الويت، دونك كنسميوه لونسر. دونك هاد ليليمون نيميرو 8 هو اللي فيه البينيون لونسر. دونك هاد لونسر كاينين فيه دو كومبوزون، يعني فيه دو بارتي، فيه بينيون وفيه رو ليبر، كامل نسميوه لونسر. من بعد راه غادي نشوفوه حتى هو كيفاش كيخدم، هاد شنو الدور ديالو، كيفاش كيخدم، كيفاش نكونترولي، اشنو هما لي بان اللي غادي يدير. كل اليمون نشوفوه، تشوفوه من بعد. دونك هادو هما لي كومبوزون ديال الديمارور، واضحين؟ يعني ما كاينش بزاف، يعني تحفظوا هاد السميات هادو. لو ني فورشيت، ولا هنا ثاني هي فورشيت، هذا نوايو بلونجور. وهاد الكومبوزون هذا كامل يعني فيه نوايو بلونجور، وفي واحد البوبينات هنا، وفي واحد الروسور، هذا كامل نسميوه سولينويد، ولا ليمون نيميرو 4. هنا كاين عندنا هاد البارتي هادي سميناها بالي بورت بالي، وكاين عندنا هاد الكومبوزون هذا اللي كيدور سميناه اندوي، وهذا اللي فيكس هو اللي غيولي كيعطينا الشو مانيتيك غادي نسميوه اندكتور. وهاد البارتي هادي هذا لونسر، هاد ليليمون هذا د لونسر راه كيدور مع لاندوي، يعني الا دار لاندوي راه كيدور مع هاد لونسر. هادو بالنسبه لي كومبوزون ديال الديمار. دابا غادي نشوفو في هاد الديابو اللي جاي لو برينسيپ، كيفاش البرينسيپ دو فونكسيونمون ديال هاد الديمارور كامل، يعني كيفاش غادي يخدم. يلا دابا شوفوا معايا هاد لانيماسيون هادي، غادي تبين لينا كيفاش كيخدم ديمارور باش يدور الفولون موتور، اولا كيفاش كنديماري الموتور ديرميك. دونك مشكور سي اسماعيل اللي رسل لي هاد الفيديو هذا، اسماعيل مفروض تري بيان، مزيان الواحد يكون كيبحث. يلا انتبه معايا. دونك فوالا تشوفوا لي كومبوزون هنا. دونك هذا اشنو قلنا سميتو في قبيله، دونك هذا هو لاندوي، لاحظوا معايا بان لاندوي هو الروتور، هو ليليمون اللي كيدور، لان غادي توصلوا لاليمونطاسيون دائما كيس اليمونطا. ملي كتجي لاليمونطاسيون فوالا من هاد ليليمون اشنو غنسميوه، قلنا هذا هي بالي بورت بالي، اولا البورت بالي هنا فين كاينين هادوك الشربونات اللي غيعطيو لاليمونطاسيون لاندوي باش يدور. وقلنا الشربونات كي اليمونطيو وكيخليوه يدور، راك عرفتنا شنو الدور ديال لي شاربون والكوليكتور. دونك قلنا لاندوي والبورت بالي، هاد لي ليمون لي تزاد دابا قلنا كيدور مع لاندوي ولي سميناه لونسور، قلنا فيه بينيون في واحد رولي، دونك هذا كامل كنسميوه لونسور. دونك لونسور شنو كيشد فيه من الفوق، لاحظوا معايا هذه هي سميناها الفورشيت، هاد الفورشيت هي اللي غتولي كدفع النوايو لونسور يزيد لقدام، دونك هادي سميناها فورشيت. فوالا عاوتاني هاد ليليمون شنو سميناه، قلنا هذا هو سولينويد، سولينويد وكيكون شائف فيه الوسط داك النوايو بلونجور. لاحظوا معايا بان الفورشيت شادة في النوايو بلونجور من جهة، وشادة في اللونسور من جهة اخرى، وهنا كتكون عندها واحد البوان دارتيكولاسيون يعني اللي كتتحرك عليها، يعني هنا فيكساسيون من هاد البلاصه هادي. دونك هذا قلنا سولينويد في نوايو بلونجور، وفي هاد لي بوبين هادو اللي غادي نلقى نعرفهم من بعد شنو غادي يديروا. دونك لاحظوا معايا كيفاش نخدم هاد الديمارور. دونك اول عندنا هنا اون كوب، لاحظوا هنا خارج واحد الخيط
لاحظوا معايا خارج من السولينويد، دونك هاد البارتي هاد الصغيرة اللي كتكون الفوق، دونك كنسميوها السولينويد. دونك خارج واحد الخيط من السولينويد وغادي للموتور الكتريك، يعني هاد البلاصة هادي غادي لاندوي. لاحظوا معايا هنا لاندكتور إذا ما كانتش واصلة لاليمونطاسيون ألوغ راه غادي يكون أمو بيرمانون، يعني الشو مانيتيك كيكون بيرمانون، ما غاديش نحتاجو مثلا في هاد الديمارور أننا نديرو بوبين. كاين بعض الحالات كتلقى البوبين، يعني هاد الخيط هذا كيمشي أليمونتي بوبين ديال الستاتور أولا ديال لاندكتور هي الأولى عاد باش كيمشي لاندو. وفي هاد الحالة الخيط غادي ديريكتومون لاندوي ألوغ لاندكتور هنا غادي يكون أمون بيرمانون. فوالا، وشوفوا معايا البينيون هنا أولا هاد اللونسور مأونكرينيش مع الفولون موتور، كيكون بعيد عليها ما كيكونش شاد فيها، انتبهوا لهاد القضية هادي مزيان. وهنا عاوتاني اش نبقى لينا، بقى لينا لي فيل ولا لي كابل لي فيل الكتريك. هاد الخيط الغليظ الى عقلتو في لانيماسيون الاولى اشنو قلنا، هو اللي كيكون جاي من البلوس ديريكت، جاي ديريكتومون من البلوس غيوصل للسولينويد، ومن السولينويد خارج واحد الخيط باش يدخل الموتور الكتريك. لاحظوا معايا هاد البارتي هادي كلها راها موتور الكتريك ديال الديمارور، وهاد البارتي هادي راها سولينويد يعني كانها رولي. وقلنا كاين واحد الخيط ماشي بالضروره يكون غليظ، اللي منين كيكون جاي كيكون جاي من الكونتاك، الكونتاك ديال الديماراج هاد الستار هادي. صافي، الى عقلت شوف الفيديو اللي فات قلت لكم بان سميتو الديمارور كتكون واصله للبلوس جايه من الباتري ديريكسومو، والديمارور عنده الموا، الموا منين كيشدها كيشدها من الشاسي، ومع ذلك الموتور ما كيدورش. علاش الديمارور ما كيدورش مع انه عنده البلوس وعنده الموا؟ لي ليمون اللي كيدور وخاصو لاليمونطاسيون باش يدور هو هذا. لاحظوا معايا بان راه البلوس ما وصلاش لعند الموتور الكتريك، جات حتى لهنا وصلت لهاد البوان هادي ما قدراتش انها توصل لهنا. دونك باش تدوز البلوس من هاد الخيط هذا اللي جاي من الباتري وتوصل لتحت لهنا اش خاص يوقع؟ خاص هاد نوايو بلونجور هذا خاصو يتحرك لهاد الجهه، علاش؟ باش هاد لانتيريبتور هادي يتسد. يعني كاين لاحظوا معايا هنا واحد الحديده الى زادت شي شويه لقدام شنو غدير؟ غادي دير ليازون ما بين هاد لي بورن هادو بجوج، وغيقدر يدوز داك الكورون ديال الباتري يمشي اليمونتي لينا الموتور الكتريك باش يبدا يدور. فهمتوا البرينسيپ هنا؟ والحاجه اللي غادي تخلي هاد النوايو بلونجور يتحرك اشنايا؟ هي هاد البوبين. هاد البوبين لاحظوا معايا ملي غادي نعطيها البلوس في المومون ديال الديماراج، ملي غادي نعطيها البلوس اشنو غدير؟ غتكريي الشو مانيتيك، وداك الشو مانيتيك اشنو غادي يدير لهاد النوايو بلونجور؟ النوايو راه كيتحرك الوسط، ملي كيتحرك يمشي ويجي، هاد النوايو غادي يتحرك لهاد الجهة، غيدير جوج ديال الخدمات ملي غيتحرك هاد النوايو بلونجور. الخدمة الأولى شناهي؟ شوفوا معايا واحد الملاحظة هنا، قلنا البينيو ما كيكونش قيس في الفولون موتور، واضحة؟ علاش ما كيكونش قيس في الفولون موتور؟ لأنك ملي كتكون مديماري راه الديمارور راه ما خدامش، راه كيكون الاغي الموتور فاش كيكون ديماري، يعني هاد الديمارور هذا راه كيكون حابس ما خدامش، وباش ما يكونش ما خدامش خاص هاد البينيو ما يكونش كيتوشي في الفولون موتور، سينو غادي يبقى الديمارور كيدور دائما مع الفولون موتور. هو هاد البينيو هذا راه ما قيسش في الفولون موتور، راه بعيد عليها. حتى المومون ديال الديماراج فاش غتبغي ديماري المره الاولى اشنو كنديرو؟ كنعطيو لاليمونطاسيون لهاد البوبين، وهاد البوبين اشنو كدير؟ كتكري الشو مانيتيك، كتجر النوايو. النوايو اول حاجه كيدير اشنايا؟ هي كيجر الفورشيت. الى تجرات الفورشيت من هاد الجهه اشنو غدير الفورشيت؟ اللونسر غدفعو لهاد الكوتي هذا باش يتونغرينا، باش هادوك السنينات ولا لي دون يتونغريناو مع الفولون موتور، باش هاد البينيو هذا ديال اللونسر يتونغرينا مع الفولون موتور. هادي اول ايطاب، خاص هادو يتونغريناو مع بعضياتهم. والمرحله الثانيه يعني ملي كيكون هذا غادي كيتحرك اشنو كيدير؟ كيدير ليازون ما بين هاد لي بورن هادو بجوج، اشنو غادي يوقع؟ غادي يدخل الكورون الكتريك للموتور هذا وغادي يبدا يدور. ملي غيبدا يدور هاد لاندوي غيكون ديجا تاونغرينا مع الفولون موتور، يعني الديمارور اشنو غادي يدير؟ غادي يدور معاه الفولون موتور، واضحه؟ دونك لاحظوا معايا بان شوفوا كيفاش خرج،
لاحظوا معايا هنا اللونسور راه بعيد، بمجرد ما كيوصل الكورون الكتريك شنو كيوقع على اللونسور؟ كيخرج. ملي كيخرج كيت اونغرينا مع الفولون موتور، وفي نفس الوقت شنو غادي يوقع هنا؟ هادو غادي يوليو ملاصقين مع بعضياتهم، يعني الكورون اللي جاي من الباتري غيقدر يدخل للموتور الكتريك وغادي يبدا يدور. لاحظوا معايا ملي كيبدا يدور كيدور معاه الفولو موتور. بمجرد اسمحوا لي، بمجرد ما الكونديكتور كيسمع الموتور ديمارا، يعني ملي كيسمع الموتور ديمارا شنو كيوقع؟ اشنو كيدير؟ كيطلق الكونتاك. ملي كيطلق الكونتاك راه كيرجع واحد شي شويه، ما كيبقاش في البوزيسيون الثالثه. ملي كيطلق الكونتاك كيرجع واحد شي شويه، ملي كيرجع الكونتاك اشنو كيوقع؟ كنقطع هذاك الشومانيتيك ديال هنا، يعني الشومانيتيك اللي اليمونتيت بيه هاد السولينويد. ومن غادي تقطع هاد الشومانيتيك اشنو غادي يدير هاد الروسور؟ هذا الروسور اشنو غادي يدير؟ غادي يتحرك، غادي يرجع للليتاروبو ديالو. من يرجع للليتاروبو ديالو شنو غادي يدير؟ غيقطع الكورون الكتريك هنا، وفي نفس الوقت اللونسور غادي يبعد على الفولو موتور. وشنو غادي يوقع؟ الموتور ديك الوقيته غادي يكون صافي ديمارا ولا خدام غير راسو، وديمارور صافي غادي يبقى حابس، غيولي اناكتيف ما غيبقاش خدام حتى الديماراج الجاي. دونك هذا هو البرينسيپ ديال الديمارور. لاحظوا معايا بان راه ماشي شي حاجه اللي معقده بزاف، هاد الحويجات ساهلين، غير الواحد يركز شي شويه.